موجز لأهم الأنباء من غرفة أخبار أوريانت، أهلا بكم. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إن أي شروط مسبقة فيما يخص الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وحكومة ميليشيا أسد ستكون غير ملائمة. قطر تؤكد استمرار مقاطعتها لنظام أسد وتشدد على أن الأسباب التي أدت لتعليق عضوية النظام في الجامعة العربية ومقاطعته منذ عام 2011 لا تزال قائمة، وتصف الحديث عن التطبيع العربي معه بالتكهنات. إسرائيل تعلن إغلاق مجالها الجوي المدني على بعد 6 كيلومترات من الحدود اللبنانية والسورية وقطاع غزة حتى مساء الأحد القادم تحسباً لأي تصعيد. الأردن يكشف عن بنود الخطة العربية للتطبيع مع ميليشيا أسد والتي تشمل جميع القضايا وعلى رأسها ملف إعادة اللاجئين والكشف عن مصير المغيبين وانتشار الميليشيات الطائفية في البلاد. ميليشيا الفوج 47 التابعة للحرس الثوري الإيراني والمتمركزة في ريف رقة تعزل المسؤول عن عمليات التجنيد أبو علي العشارة بسبب عدم قدرته على استقطاب المتطوعين. بعد انتهاء خدمته في صفوف الشرطة التابعة لميليشيا أسد مقتل مرهف رضوان البالغ من العمر 57 عاما إثر تفجير قنبلة بنفسه في مدينة السويداء. مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يعتقل جاك تكسيرا العنصر في الحرس الوطني التابع للقوات الجوية والبالغ من العمر 21 عاما بتهمة تسريب وثائق سرية عسكرية وأمنية وسياسية عبر الإنترنت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.